بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الرموز قادتنا في خطر، مهما فعلتم فإن الشعب البحراني يعلم جيدا، تعلم النخب العلمائية والنخب المثقفة والنخب السياسية وكل من لديهم القرار، أن مفتاح الحل موجود داخل السجون الخليفية. إن هؤلاء الرموز الذين حاولتم إعدامهم ورفعتم المشانق لهم في جامع الفاتح وفي الساحات مهددين بإعدامهم، لن تستطيعوا أيضا هذه المرة أن تعدموهم ببطء عن طريق التجويع وعن طريق منعهم من الذهاب للمصحات والعلاج. إن القادة الرموز أمثال الشهيد الأستاذ الحي عبد الوهاب حسين والشهيد الحي الأستاذ حسن مشيمع هم مفتاح الحل، ليعلم الجميع أن هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس وبقية الرموز أمثال سماحة الشيخ علي سلمان وسماحة آية الله الفقيه الشيخ المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد والخواجة والسنقيس وبقية الرموز، هؤلاء هم مفتاح الحل وقادتنا اليوم في خطر. ونرفع ليس الظلامة، وإنما نرفع التحذير أمام المساس بهم. وها أنتم ترون عواقب ذبح الشهيد الفقيه الشيخ نمر باقر النمر قدس الله سره، وماذا حدث في الخليج بعد ذبحه، ومملكة الكيان السعودي التي ذبحته في طريقها إلى الانهيار. فحذاري أن تمسوا شعارة من رموزنا قادتنا أمثال الأستاذين والمقدادين والخواجة والسنقيس والشيخ علي سلمان وبقية الأسرى الشباب الموجودين، نسأل الله لهم العافية والفرج واستقامة حتى التحرير، والحمد لله رب العالمين.